18 ابتداء من أوائل شهر جويليا بحول الله سيكون بنزين بدون رصاص هو البنزين الوحيد على مستوى السوق الوطنية، وسيكون متاحا في نفس محطات الخدمات التي كانت توفر سابقا مادتي البنزين العادي والممتاز وبنفس السعر الحالي. لن يتم الإخلال بعادات المستهلك الجزائري بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن السيارات القديمة يمكنها استخدام هذا البنزين بكل نجاعة وأريحية. تجدر الإشارة بأن إزالة الرصاص من البنزين هو تتويج لعملية انطلقت عام 1998، حيث تم إدراج توزيع مادة البنزين الخالي من الرصاص على مستوى محطاتنا. منذ ذلك الحين عرف استهلاك هذه المادة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل الآن إلى أكثر من 1.3 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل 40% من استهلاك الوطني لمادة البنزين.